أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا
ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. في مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة فأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشدد على فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.